يغير لان مسار انا مش الارض هيتفرق هيتكلم على انا مش الايجابي فاهم، يا انا مش حبيبي. فاهم قصدك ايه بالنسبه لعامل التحويله والاجهزه الاوتوماتيكيه. لكن انا طبعا يعني انت عارف، انت يا استاذ امجد بالذات والله ليك يعني قدر من الحب والمصداقيه عندي، وانت رجوله ربنا يبارك امانه فيك. بلغه ولاد البلد، فيا ريت توضح اكتر بس شويه كي استطيع ان هقول لك يعني حضرتك، استنبط من كلامك معلومات صحيحه. هقول لك حضرتك، محمد الهادي كان عليه ضغوط جامده جدا في نعم الفتره اللي فاتت، وابتدى يعني يوصله كلام يبقى قلقان، مش قادر يطمن لاي حد، ممكن يزعل من حد، ممكن يعني كان فيه بصراحه يعني كلام مش مظبوط يعني، وقد يكون يعني نال حضرتك جزء خلاه يبعد شويه، اللي هي بقى ايه زي كلام ما بقول عني حضرتك أنا، عامل التحويله. أنا اللي هو زي ماذا ما بقول فعلت في حق محمد هادي؟ ماذا ما هو فعلت بقى في حق محمد هادي الشيطان، غير الشيطان كل سوى خير وغير كل كل دعم خير، وغير كل حب وغير كل، ماذا فعلت؟ الجمهور والحكم وهو الفيصل، ماذا فعلت في حق محمد هادي؟ عملت كل خير، وهل هناك عملت كل خير، كلكم ناس يعني، محترمين والله يا استاذ احمد، كلكم ناس لا محترمين، والله بجد، وجميلكم من الذي جميلكم على أوصل راسي من فوق. ومن الذي أوهم وفقا لكلامك يا أستاذ أمجد محمد هادي بأنني قد فعلت شيء مؤذي له إطلاقا؟ ما بالعكس كانش حاضر. بالعكس، ولو في حاجة زي كده فأنا في عوز إلى الدليل بصراحة. يعني لو في حاجة زي كده، ما هو الدليل الدامغ اللي يدل إن أنا أذيت محمد هادي ولا نلت من محمد هادي؟ ولا انا طول عمري من ساعه ما دخلت القضيه دي طول الجمهور كله شايف ومتابع سواء في مصر او خارج مصر، والحلقات موثقه على اليوتيوب وعلى القناه عندي كلها دعم ومناصره لمحمد هادي وقضيه محمد هادي. فهذا كلام هراء ليس له اي اساس من الصحه على الاطلاق. ربما البث استاذ خالد، يعني انا شايف ان هم مش موجودين او في عطل فني. سمعنا؟ فتحهم يا باشا، هم ظهروا هم. اتفضل يا محمد. أسمعك بوضوح، اتفضل. اتفضل يا ربنا أستاذ يخليك. أمجد، ما زلت أنصت لك أستاذ أمجد الفقي. أنا بقول لحضرتك أعذره على الفترة اللي فاتت، تمام؟ يعني يمكن حضرتك لما اتصلت بيه، أنا عارف طبعًا الموضوع مش حلو، خصوصًا حضرتك معانا من الأول، فأعذره، لأن فعلًا والله العظيم كانت في ضغوط جامدة قوي عليك. خليني اقول خلينا يا لك يا استاذ استاذ احمد، امجد، خلينا اوضح بس حاجه كده للناس. الناس اللي مش مقدره، الناس اللي مش مقدره الضغوط اللي كانت عليا والحاله النفسيه اللي كنت فيها، انتوا عارفين يعني ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه؟ اصحى من النوم بعد 11 سنه الاقي نفسي كنت بحلم. هل هي استاذ احمد حضرتك رجل بوليس، هل هي سهله على انسان كان ماشي جنب الحيط؟ بمعنى الكلمه كان ماشي جنب الحيط، هل هي سهله؟ انسان من شغله لبيته، من شغله لبيته للجامع، سواء كان في الغربه او جوه بلده، هل هي سهله؟ لا طبعا، لما يجي اليوم يقعد يكافح عشان يجيب حقه، ولما يجي اليوم اللي يا يعيش يا يموت. استاذ احمد، انا كانت مطلوبه رقبتي، وحضرتك عارف عارف انا كانت مطلوبه رقبتي، فلو حصل عكس ما نرجو انا انتهيت خلاص على العوض. مستنيين ايه؟ انا كنت عامل يا استاذ احمد، انا كنت عامل زي اللي محكوم عليه بالاعدام ومستني يوم التنفيذ، نعم ومستني امل في ربنا براءته تظهر. متخيل الاحساس؟ كل فاهمك يا لحظه، محمد، فاهمك. والله العظيم يا استاذ احمد، ويعلم وشاهد على ربنا، كل لحظه من جلسه 15/2 وانا بعد كل نفس. لحظة يا جماعة، عشان في تعليق كده بعد إذنك أستاذ أحمد، ثبت التعليق ده يا أستاذ أحمد عشان نرد عليه بس. ثواني فين يا أي باشا؟ تعليق ده؟ طب ثواني بقى، أنهي تعليق؟ أشعر أيوه الفتنة. أستأذنك بقى ترد عليه يا أستاذ محمد. طيب ماشي، أنا جاي بقى للنقطة دي. فحضرتك حاسس، عارف الإحساس دوت؟
نعم فتأثير ده ايه؟ تأثير ده ايه على انسان كان ماشي جنب الحيط؟ انا هترك لكم بقى التخيل، هل في يا اخي، انسان احنا يتحمل اللي كلنا انا كلنا تحملته؟ محمد كلنا فاهمين، وكل العالم العربي كله كله عارف المشكلة هنا كلامك، بقى في وكله حاجة، في احنا حاجة يا أستاذ بنفرح بقى أحمد، يا محمد، احنا بنفرح بقى وفرحنا بقى في حاجة، خلاص. كل بني آدم، كل بني آدم دعنا في نعلو دعنا حياته، دعنا نعلو ونسمو على كل هذه الهراءات يا محمد، يا محمد الله يكرمك. وأنا يعني انا أنا حتى مش والله عاوز بس امجد، ومش عاوز امجد يتكلم في حاجة والله فاتت يا جماعة، ومش أقول بس على حاجة، خلينا أقول على حاجة، نقطة أقول على حاجة يا أستاذ، نقطة ومن اول الصف. أقول على حاجة بس، مع نقطة من أول السطر إحنا اتصفينا خلاص والحياة ده الفل، تمام؟ ترفع بس في يعني. حاجة، لما حصل اللي حصل، لما حصل اللي حصل، في ناس تخيلت وتوهمت، وتوهمت إن الراجل اللي قاعد جنبي ده اللي هو أول كتف أنا اتسندت عليه قبل أخويا انا شايف في اللي حد من دم. بيهاجمه هو دلوقتي يا محمد، بيهاجم الاستاذ امجد، ما ما اعرفش أنا ايه تعليق هرد يا فندم، الثبت أنا هرد، أنا هرد، الاخ، أنا مش عاوز هرد. اقراه والله، مش عاوز اقرا هذا أنا التعليق ردي، أنا ردي، صراحة يعني. أنا ردي، أنا ردي كان واضح قبل كده من كام يوم، أنا ردي كان واضح قبل كده من كام يوم، وقلت لو الأستاذ أمجد والأستاذ إسلام في الكفة، وقضيتي، قضيتي اللي هي مصيري، قضيتي دي يعني حياتي. يعني أنا بساويهم بحياتي. ليه يا أستاذ أحمد؟ ما في ناس الحياة مش رحلة. فاهمه يا استاذ محمد، يعني الاستاذه ساره اللي كاتبه ممكن تكون عندها خلط في الامر، من او هي حقها مش تفهم يا فندم، فاهمها من بقى، حقها فهموا تفهم. الاستاذه ساره بكري، هي من وفهموا حقها برضو تفهم. وغيرها هي من حقها اكيد. تفهم. هي من حقها تفهم، الحياة يا أستاذ أحمد رحلة. الحياة رحلة، ما بنطلعش منها، ما بنطلعش منها غير بالصاحب. نعم الحياة رحلة، وأنا لو طلعت في رحلتي، أنا لو طلعت في رحلتي مش هلاقي أعز من الاتنين دول، ده لسه في واحد تالت ما ظهرش. والله ما شاء الله. وده الكبير بقى بتاعنا كلنا، يعني ده الكبير بتاعنا كلنا. ده بيقعد كده يسمع ويشوف ويقود السفينة. ما ظهرش إعلاميا خالص. ما ظهرش ولا حتى اتقال عنه خبر. بيقعد ده الكبير يا أستاذ أحمد، ده الكبير بتاعنا، ده كبير العيلة. فأولاد الفقي، أولاد الفقي مش محتاجين، وعم خالد قالها وإحنا قاعدين امبارح. بعيد عن المنطقة خالص. والناس رايحة جاية. تتكلم. فالاستاذ امجد محمد انا بعد قلت إذنك يا كلامي محمد، فيه، محمد قول يا خالد، بعد قول يا إذنك، خالد، بدون قطع قول. كلامك وبدون تسويق ده، وبدون تسويق كلام، التعليق ده بيقول لك هل الكلام اللي قاله الفقي ده أنت كنت مراضي عنه ولا لا؟ ده من الآخر طبعا دغري انا بس طلعت خلاص، قلت، يبقى الفقي ملوش دعوة. الفقي قال اللي انا محمد طلعت الهادي قلت كان يا عم عاوز يقوله، خالد، خلص انا طلعت صح قلت يا امجد أستاذ. واسلام في كفه والقضيه في كفه هختارهم، كان ردي واضح. كلنا، كلنا بأخطاء، محدش بلا أخطاء. بس محدش بلا أخطاء، حياة عملية فيها أخطاء، حياة شخصية فيها أخطاء، حياة اجتماعية فيها أخطاء. اللي طيب انا يوصف نفسه استاذنكم يا بالجمال، جماعه، انا استاذنكم يا جماعه، ربما انا دخلت الموضوع من الناحيه الاعلاميه، وما زلت اعالج الموضوع واتناوله من الناحيه الاعلاميه، وما يضار الان انا بعيد عنه كل البعد، انا وبرنامجي مهمه خاصه من الناحيه المهنيه، فانا بشكركم شكرا جزيلا، وقسما بالله عاوز اقعد معاكم لنهايه اللايف، ولكن انا كنت في المنوفيه النهارده عاد والله والله، لولا غلاوتكم في قلبي انا ما كنتش قعدت كل الوقت الطويل ده. بحييك استاذ خالد سوني، بحييك حبيبي استاذ امجد الفي، والاستاذ اسلام الفي، واستاذ احمد الحكيم، استاذ ايهاب بيبو ترند، تسلم وبختم بحبيبي واخويا وصديقي الجدع الجميل الرائع صاحب القلب الطيب الاستاذ محمد هادي. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا اخويا خالد على هذه الاستضافه، تصبحوا حبيبي على صح خير، شكرا لكم. تمام. السلام. تفضل يا محمد كمل. حبيبي عم خالد، كمل تفضل. ففصلا بقى للنقطة ديت، فصلا للنقطة ديت، أنا يعني رحلتي دول مش أصحاب، دول إخوات، دول مش أصحاب، دول إخوات، فطبيعي إن أنا يعني أحكي لهم، بيتكلموا بلساني، ما ده طبيعي، أنا هم وهم أنا، الناس دي شايلة مصيبتي على كتافهم من أول يوم وماشيين معايا المشوار. بيبعدوا شوية عشان حياتهم في شغل وفي في حاجات كتير في حياتهم، بس متابعيني ما سابونيش، بس متابعيني ما سابونيش. فكل إنسان فينا عنده أخطاء وعنده إيجابيات وعنده سلبيات، ده طبيعي.
انا تقريبا البث واقف تقريبا. لا لا شغال لا شغال شغال. يا محمد، سامعينك سامعينك يا محمد، الصورة عندي، الصورة عندي واقفة. سامعينك يا فكل محمد. انسان مننا، فكل انسان مننا بيبو زي انا ما قلت، عنده ايجابيات في حياته وعنده سلبيات، تمام؟ فاللي حصل انا طلعت مع الاستاذ فتحي، عشان بيقول لي بتقول فتحي حاب، طلعت مع الاستاذ فتحي ابو زينه وابو هنا الشاب المشاكس الجميل، عمال يكتب لي تحت اهو ماشي يا منار حبيبي كده، رضيت خلاص. فطلعت معاه، فكان يوم جميل. ثاني يوم بعد اليوم الشاق المتعب اللي هو يوم ال 29، فطلعت يعني ارد الجميل لكل المتابعين وقلت رساله. فجيت بعد كده فوجئت ان الناس الجميله المحترمه اللي قاعده قدامكم دول، وعلى راسهم يعني اخويا الكبير خالد، ابتدى ويجي لي انا نفسي شخصيا رسائل ان الناس دي بيتقال في حقها كلام مش تمام، بالاضافه طبعا لامجد واسلام. فحاجه زي دي، انا النهارده الناس دي دفعت وخدت قضيتي على كتافهم ومشيت في قلب الطوفان لغايه ما نصروني ورفعوني فوق بتوفيق ربنا. يوم ما حد، يوم ما حد يعني يمسهم بكلمه او يتخيل ظرف كده او يتصور تصور سيء فيهم، انا اللي اطلع ارد وعلى لساني. فما ينفعش الراجل اللي قاعد قدامكم دوت، عم خالد، مش هقول الراجل معلش، عم خالد اللي قاعد قدامكم دوت، الراجل دوت يمكن من اطيب الناس اللي موجوده في الدنيا. انت يا بيبو انت ليك معايا صولات وجولات، الله يخليك يا محمد، ومن غير ما تعرفني والله ومن غير ما تشوفني، والله محمد، امنت انا بوجعي، عايز اقول لك امنت انا بوجعي، امنت بقضيتي، امنت بمظلوميتي. ويوم ما قابلتك، قابلتك عند الاستاذ احمد في المستشفى.